ما نحطلوش الدوله، ما نحطموش الدوله، الدوله نتاعنا ما نحطموش الدوله نتاعنا كما حطمت الدوله في العراق، كما حطمت الدوله في في في, في ليبيا من قبل الاجانب. ما نعملوش هذا في نفوسنا. نعمل التغيير. مثلا في كلام على الفساد، نعم نعم في فساد عندنا، لازم ان يحارب، لازم ان يحارب ب يعني ممكن اكثر مما فعلنا الى الان. لكن في نفس الوقت مثل ما قلت لك، ما تحطمش البلد، ما تحطمش الدوله. الدوله الدوله هي انت يعني الدوله تبنت بنجاحاتها وعيوبها، انظر للعيوب وصلحها، انظر لما هو طالب للتغيير وغيره كاملا. هل لكن تعتقدون ما تحطمش الدوله؟ هل تعتقدون ان هناك اراده للتحطيم من خلال تدخلات يعني خارجيه او غيره؟ انت لما واحد يكتب ويقرا يقول لك التغيير الشامل الان اليوم، هذا وش يعني؟ ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني التغيير الشامل بسرعه، لكن بالسرعه الممكنه مش باسرع ما يمكن. تعرف معليش انا مش عارف اذا في نزال عندك وقت ولا، في الامم المتحده نعم كان فيه نظره على انه بعد الخروج من ازمه او حرب اهليه وكذا توقف القتال وتسرع بتنظيم انتخابات. لكن بعد شويه انا شفت وبديت اردد واطالب، لا يا سيدي، توقف الحرب وتسعى لتنظيم انتخابات تأتي في الوقت المناسب لها، لأنه إذا استعجلت بالانتخابات أكثر من اللزوم هذه الانتخابات راح تخلق مشاكل أكثر مما تحل مشاكل. أنت تتكلم على بلد خارج من حرب أهلية، الناس مازالت الثقة بيناتهم مش موجودة، مشكلة الثقة، وتعمل الانتخابات ما تجمعش الناس، انتخابات تفرق الناس، وبالتالي يعني لازم تخلق الظروف المواتية لتنظيم انتخابات ناجحة. أما انتخابات من أجل انتخابات رد بالك، هذا اللي حصل في العراق.